السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد كيخص لا بواط اميرفاي. في هذا الفيديو غادي نتكلموا على عبد الله لي بيسيي، هذا لو بيرسوناج، هذه الشخصية اللي كتعتبر من الشخصيات اللي أثرت على سيدي محمد لو ناراتور دو لا بواط اميرفاي. تبع معايا مزيان حتى الاخر ديال الفيديو. الو عبد الله لي بيسيي، لي بيسيي بالفرنسي اللي هو البقال. دونك هنا عندنا لو ميتيي دو عبد الله، المهنه ديال عبد الله هو بقال، ان ايبيسيي. الو عبد الله سي ان ايبيسيي، هو مول حانوت تري زيمي مالغري لو بو دو كليون، محبوب بزاف مالغري رغم لو بو دو كليون، عنده لي كليون قلال، الزبناء ديالو قلال. سا بوتيك المحل ديالو الحانوت ديالو اي سيتوي ا حفارين، قالنا لو ناغاتور سي محمد ان الحانوت ديالو كاين في واحد الحي ولا زنقه سميتها الحفارين. سون دوميسيل المسكن ديالو ني با كونو، ما معروفش، لان هذا عبد الله واحد لو بيرسوناج كي ميستيريو. عقلوا عافاكم على هاد الكلمه مزيان، هاد لادجيكتيف ميستيريو، واحد الشخصيه غامضه. Le narrateur est fasciné, le narrateur منبهر سيدي محمد par les récits fantastiques، هذوك الحكاية العجيبة دو عبد الله. عبد الله واحد لو بيرسوناج كيعاود دي زيستوار، قصص راكونتي بار سون بير، يعني لو ناراتور كيسمع القصص ديال عبد الله. وشكون اللي كيعاود هاد القصص؟ الاب ديالو معلم عبد السلام، يعني سيدي محمد غنشوفوا انه ما عمرو تلاقى بعبد الله، عبد الله ولا شافو. الوغ لو ناراتور سيدي محمد نا جامي رونكونتخي عبد الله، قالنا ما عمري تلاقيت بعبد الله. دونك شكون اللي كيعاود سيدي محمد هاد لي زيستواغ دو عبد الله؟ قلنا سون بيغ معلم عبد السلام. الو عبد الله ا بوكو دامي، عنده بزاف ديال الاصدقاء. من هاد الاصدقاء اللي غنشوفوهم في لابواط ميرفي هو الحبيب، دونك انا باش ما يتخالط لكم شوف الحبيب هو حبيب عبد الله صاحبو. مي سوسي دي زينمي، لي زينمي هما الاعداء، كوم عبد النبي، بحال عبد النبي هذا واحد من الاعداء ديالو. هنايا هذا باساج خد من لابواط ا ميرفي كيقولنا فيه لي زان ليم، البعض كيبغيوه، يعني هنا كيتكلم على عبد الله سي محمد. هنا في هذا الباساج سي محمد كيتكلم على عبد الله لي بيسي، عبد الله مول الحانوت. لي زوطخ لو ديتيست، وحدين اخرين كيكرهوه. هنا عندنا ام ديتيست، كيبغيو كيكرهو، جوج كلمات متضادين، هاد الفيغور دو سيل اللي هي لونتيتيز. سون لو لوي دير، كيكرهوه بلا ما كيقولوها ليه. مي توس ليكوت، ولكن كاملين كيسمعوه. عبد الله باغي ديتاشي، عبد الله كي ما مسوقش ني لامور دي زان ني لا هين كاموفلي دي زوطخ، لا حب الاخرين ولا كره الاخرين نو لو تير دو سون انديفيرونس، حتى واحد ما كيحيدو من ديك الانديفيرونس ديالو، يعني لا مبالاه، يعني هذا عبد الله ما مسوقش للناس، يكرهوه ولا يبغيوه. لي زامي ديز، الاصدقاء ديالو شنو كيقولوا عليه؟ عبد الله لو ساج، عبد الحكيم، عبد الله لو بويت، الشاعر، اي ميم عبد الله لو فويون، كيقولوا حتى عبد الله شو. سي زينيمي الاعداء ديالو لو كاليفي دو مونتور، كيقولوا عليه انه مونتور، كذاب، hypocrite منافق، et parfois de sorcier، بعض المرات كيقولوا انه سحار. كيتيل دونك، شكون هو اذا؟ سي ان ايبيسي كي راكونت دي زيستوار، قالنا هذا مول الحانوت كيعاود قصص. هاد لو باساج مخود من شابيتر 4، لو شابيتر اللي فيه معلم عبد السلام غيعاود لالا زبيده وسيدي محمد القصه ديال هاد عبد الله. عبد الله ليبيسي، باساج اخر باش نفهمو مزيان هاد لو بيرسوناج ديال عبد الله. مو راكونتا لي زيكسبلوا، عاود لي الانجازات. هنا فاش قلنا مو راكونتا، قلنا ان سي محمد ما تلاقاش عبد الله، واخا قلنا هنا مو راكونتا حكى ليا، فراه الاب ديالو دان غوا مانيفيك، الانجازات ديال واحد الملك رائع، كي فيفي دون ان بيي دو لوميير، اللي كان كيعيش واحد البلد ديال الضوء، دو فلور، ديال الزهور اي دو بارفان، العطور. هادشي في شابيتر 1. هنا لو ناراتور كيعجبو هاد القصص ديال عبد الله حيت هما دي زيستوار فانتاستيك ايماجينير، قصص خياليه، والخيال كما قلنا كيعجب سيدي محمد. اكستري اخر من شابيتر 4، شابيتر 4 pour entendre raconter leurs nouveaux exploits، باش نسمع entendre leurs nouveaux exploits، leurs nouveaux exploits، يعني الانجازات ديالهم. جو مو بروميتي دالي كوتي عبد الله، وعدت راسي انني نمشي نشوف عبد الله. هاد جو كتعود على الناراتور سيدي محمد، عبد الله لي بيسي. Je n'avais d'ailleurs jamais vu Abdullah. Ma mère a vu Abdullah. Mais il tenait une place importante dans mon univers. Mais voilà, il tenait une place importante. Qui est le plus dans mon univers. Toutes les histoires merveilleuses que j'avais eues. Jamais les histoires merveilleuses que j'avais eues.
que j'ai eu l'occasion d'entendre l'ismetha, je l'ai lui attribué. Pourtant, Abdullah avait existé. Je l'ai lui attribué. Pourtant, Abdullah avait existé. Abdullah Mon père, qui ne parlait pas souvent, consacra une soirée entière à entretenir ma mère et de ses histoires. Le récit de mon père excita mon imagination. Il m'obséda durant toute mon enfance. Il m'obséda durant toute mon enfance. عنده واحد لا غروند انفلونس تاثير كبير على سيدي محمد واخا ان سيدي محمد ما عمره ما شاف هذا عبد الله. هنا بارفوا في الموحد كيطرح لك السؤال كيقول لك كيل سون لي بيرسوناج كي اون انفلونسي سيدي محمد، الشخصيات اللي اثروا على سيدي محمد. ممكن نذكر عبد الله، كاين عبد الله، كاين كنزه لا فويونت، كاين لا زبيده، لو بير اتسيتيرا. ولكن في مجال الخيال وهذا لو موند ديماجيناسيون، لو موند ايريال، دونك كاين جوج ديال لي بيرسوناج اللي هما عبد الله وكنزة لا فويونت.